في الطرف الشرقي من السهل الساحلي وعلى أطراف جبال الخليل كانت تقع عراق المنشية، القرية التي صمدت في وجه الحصار والقتل خلال النكبة. قاتل فيها الجيش المصري بقيادة عبد الناصر حتى الرمق الأخير. بلغت مساحة أراضي عراق المنشية 18,000 دونم، كانت غنية بالينابيع والأبار ومزروعة بالحبوب والأشجار المثمرة ومليئة بمنشآت تربية الحيوانات والدواجن. قدر عدد سكانها خلال النكبة بنحو 2,800، ويبلغ عدد اللاجئين منها اليوم ما يقرب 20,000. ساهمت عراق المنشية بقوة في الثورة الفلسطينية الكبرى، أما خلال النكبة لم يستطع الاحتلال السيطرة عليها بفضل بسالة حاميتها من الجيش المصري، فحاصرها وتجاوزها متقدما نحو الجنوب لاحتلال بئر السبع وصحراء النقب. بقيت عراق المنشية صامدة مع الفلوجة حتى توقيع اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل، والتي نصت على انسحاب الحامية المصرية من فلسطين. هاجم الاحتلال عراق المنشية بعد انسحاب المصريين ودمرها وهجر أهلها بالكامل، وأقيم مكانها مصنع ضخم لتكرير السكر ومجموعة من الثكنات العسكرية، وأنشئت على أراضيها مجموعة من المستوطنات.